بسم الله الرحمن الرحيم. التوتوريال اللي فات كنا اتكلمنا في انتدكشن سريعه او في مقدمه سريعه عن الوايرلس ترانسيفرز عموما، وتعرفنا سريعا عن الوايرلس كوميونيكيشن سيستمز وايه المطلوب بالظبط من الوايرلس ترانسيفرز اللي هتعمله. ثم انتقلنا نتعرف على الترانسيفر تشين، الترانسميتر والريسيفر تشين، وعرفنا المكونات بتاعه كل منهم. ثم بدانا نتعرف على اول بلوك وهو الفيز لوب جروب، اللي هو الفريكوانسي ترانسيسايزر للترانسيفر، وبالتالي ان انا اقدر اجنريت الفريكوانسيز اللي بتغطي الباند اللي المفروض الترانسيفر يشتغل عليها. وعرفنا البلو دايجرام بتاعه، ومنه بدانا في انتدكشن سريعه من الـ VCO اللي هي الـ Oscillator الـ Core اللي بيجنريت الـ Frequencies المختلفة. كنا اتفقنا على إن الـ VCO هي اللي عبارة عن LC Tank زي ما هو باين هنا. الـ Capacitance بتاعته Variable، أقدر أغيرها، وبالتالي أقدر أغير الـ Frequency الناتجة عن الـ LC Tank ده. طبعاً كنا اتفقنا برضه وشفنا في التوتوريال اللي فات ان الـ Oscillation Frequency هو عبارة عن 1/2 باي في جذر ال في ال سي، وبالتالي كلما غيرت قيمة الـ Capacitance كلما تمكنت من تغيير الـ Oscillation Frequency. ثم تعرضنا لمشكلة ان الـ Inductor ده مش ideal Inductor، وبالتالي بيبقى معاه losses نتيجة للماتيريال بتاعته. اللوسز دي كان الموديل بتاعها عبارة عن Parallel Resistance RB للـ LC Tank ده. وكنا حاولنا ندور على طريقة نشيل بيها تأثير الـ Parallel Resistance دي، وتوصلنا إلى إنه استخدام Cross Coupled NMOS اللي هو بشاور عليه حالا دلوقتي، الـ Output Resistance بتاعته أو الـ Resistance Seen من النقطة ما بين الـ Two Terminals دول هي -2 على الـ GM، وإني إذا قدرت إن أنا أتحكم في الـ GM بحيث إن الأبسوليوت فاليو بتاعت الـ -2 على الـ GM يساوي الـ RP، فإني تقريبا حولت الـ LC Tank إلى الـ Ideal LC Tank، وبالتالي الـ Oscillation هيستمر once إنه ستارت. التوتوريال بتاع النهاردة هنتكلم فيه عن مجموعة من الحاجات المهمة. هنتكلم فيه عن الـ Variable Capacitance وإزاي بتتعمل، ثم هنتكلم عن إزاي نخلي الـ VCO يكون ليها تيونينج رينج يغطي الباند اللي أنا عايز أشغل الترانسيفر عليها. والجزء الثاني من التوتوريال هنبدأ نرجع تاني للفيسبوك جروب، بس ده نتيجة للإجابة عن سؤال مهم جه في الفيدباك بتاع التوري الاولاني، والحقيقه السؤال يستحق الاجابه عليه لان السؤال يعني قيم جدا وفيه علامات كويسه جدا، وهيقودنا الى التايب 1 PLL اللي هنتكلم عنها شويه النهارده، ثم هنكمل التوتوريال القادم باذن الله. اول حاجه المفروض نتعرض لها هي اخر حاجة انتهينا عندها في التوتوريال اللي فات. كنت في المقدمة بتاعت التوتوريال ده قلت انه بتغيير الجي ام اقدر اخلي -2 على الجي ام الابسوليت فاليو بتاعتها تساوي الار بي، وبالتالي اكنسل تأثيرها تماما. الجي ام بتتغير عن طريق البايس كارنت اللي بيبقى جاي من هنا اللي بيبايس الكور كله، وعن طريق الـ W على الـ L size، ده الـ ratios بتاعة الـ cross coupled NMOS. طبعاً زي ما انتم فاكرين الـ GM بتاعة الـ NMOS بتساوي جذر 2 في الـ beta effective للـ NMOS في الـ ID اللي هو الـ drain current، وبالتالي تغيير أي من الـ drain current أو تغيير الـ WL أي تغيير الـ beta effective size بتاع الترانزستور اقدر اغير قيمه الجي ام، وبالتالي اقدر اتيون الجي ام بحيث انه -2 على الجي ام يساوي
ار بي ام كام. طبعا ده هيبان في السيميليشن توتوريال اللي هيكون ربما بعد 2 أو 3 توتوريالز من دلوقتي. وهيبان تاثير الجي ام على الار بي وعلى الاوسيليشن يكمل مجرد ما يبدا. النقطة الثانية في التوتوريال بتاع النهاردة هي الفاراكتور أو الفاريبل كاباسيتور. أولا عايزين نعرف إزاي بنimplement فاريبل كاباسيتور on a chip. طبعا كلنا عارفين الـ NMOS structure بيبقى عبارة عن بي سبستريت ويبقى عندي الدرين والسورس heavily doped by N dopants، وبالتالي بحتاج فولتج على الجيت عشان اكون ديبليشن ريجن عشان ازق البي سبستريت لتحت وبالتالي اقدر اكون الشانل. ثم بمزيد من الفولتج على الجيت بقدر اجذب الكترونات من الدرين والسورس بحيث ان انا املى بيهم للشانل وبالتالي حصل ما يسمى بالانفرجن. ثم بالكرنت على الدرين والسورس بالفولتج على الدرين والسورس الفرق ما بينهم بيمشي الكرنت ما بين الدرين والسورس. دي فكرة المصفت عموما يعني. ثم بقى نبدأ لو حابين ندرسه بشكل تفصيل أكبر نبدأ نتعرف على ريجنز موديليشن بتاعته. مش السكوب دلوقتي لكن كنت عايز أقرب الصورة هنا شوية. هنا البي سبستريت طبعا موجود لكن في ان ويل حوالين الان بلس سورس ودرين وبالتالي دايما الشانل بتاعتي موجوده حتى في حاله عدم وجود الفي جيت اللي هو هنا بيبقى الكنترول فولتج بتاع الكاباستور اللي هو جاي من التشارج بامب وبالتالي الشانل دايما موجوده وبالتالي الكاباستنس سين من الجيت هي عباره عن السي اوكسايد مضروبه في ال W في ال اللي هي الاريا بتاعت الجيت زائد السي جي اس. لو لاحظتوا ان انا موصل هنا الدرين والسورس بنقطه واحده ودول هم التيرمينال الثاني بتاع الكاباستور. يعني لو جينا الموديل المنظر ده هنموديل بالشكل ده التيرمينال الكاباستور وادي التيرمينال الاخر. طبعا بزياده الجيت فولتج اللي هو البي كنترول مع تغييره بيغير كميه الشحنه المتراكمه في الشانل وبالتالي بيغير السي جي اس وبالتالي بيغير في التوتال كاباسيتنس. زي ما اتفقنا التوتال كاباسيتنس سي او اكس زائد السي جي اس. فالسي جي اس لما تتغير بتغير في التوتال كاباسيتنس البراكتر ده. ده عن طريق تغيير البي كنترول. يعني احنا برضو كنا في التوتوريال اللي فات استعرضنا ان البي كنترول اللي جايه من التشارج بامب بتتغير مع وجود فرق فيز ما بين السيجنال اللي هي الاوتبوت من الفيز لوب وبين الريفرنس بتاعي وبالتالي الفي كنترول بتغير فبتغير التشارج اكيوميليشن في الشانل هنا فبتغير السي جي اس وبناء عليه بالمنظر ده هو اللي بيحصل بالظبط. كل ما البي جيت بتزيد الكاباسيتنس بتزيد. بعد كده هنبدا نتطرق لنقطه مهمه جدا انه لو انا عايز مثلا انا بصنع الترانزستور ده او بصنع الباراكتور ده. طبعا انا اسف ان انا اتلخبطت وقلت عليه ترانزستور. يعني انا بصنع الباراكتور ده بدايمنشنز معينه دبليو على ال معينه وبالتالي بيبقى ليه سي اوكسايد معينه وبالتالي بيبقى ليه رينج معين من الكاباسيتنس. يعني مثلا let's say ان هو قيمته مثلا 100 فيمتو فارد وبيتغير بلس اور ماينس 20 فيمتو فارد نتيجه لتغير السي جي اس. فالسي جي اس بتتغير نتيجه لتغير البي كنترول وبالتالي الاوتبوت فريكونسي بتاع البي سي او بيتغير من مثلا البي كنترول تبقى 2/10 فولت تكون السي جي اس 80 فيمتو فارد تكون السي توتال اللي هي السي اوكسايد بلس السي جي اس 80 فيمتو فارد
فبينتج فريكوانسي ونسميه اوميجا 1 من البي سي او. ثم مع زياده البي كنترول تتغير السي جي اس فتصبح قيمه السي توتال قيمه مثلا ليتس 120 فيمتو فارد، فينتج فريكوانسي اخر من البي سي او. وبالتالي اذا انا كنت عايز اغطي باند اكبر لازم ازود السلو بتاع الكيرف ده. الكيرف ده طبعا بيمثل الفريكوانسي فيرسز البي كنترول، الاوتبوت فريكوانسي بتاع البي سي او فيرسز البي كنترول. لو انا عايز اغطي فريكوانسي رينج اكبر لازم ازود السلو ده، وده بيقول ايه؟ لانه لازم ازود قيمه الكاباسيتنس، لازم اعمل باراكتور بدايمنشنز اكبر، لازم اتحكم في الجنكشن ديبس بحيث انه يكون اكبر وبالتالي قيمه الكاباسيتنس دي. طبعا الجنكشن ديبس لمن لا يعلم هو عمق الدرين اللي هو الاندوبتس في الانول. كل دي عمليات تصنيع بحته يعني وليها ليميتيشنز وهنتكلم عنها قدام. لكن عموما لو انا عايز اغطي دايناميك رينج اكبر او عايز اغطي باند اكبر فلازم اعمل فاراكتور قيمته اكبر، والفرق ما بين المينيمم والماكسيمم بتاعه اكبر من الحاله اللي هي في الكيرف ده. زي ما احنا قلنا هنا انه هنا مثلا كي بي سي ليتس انها اللي هو السلوب ده، احنا ده السلوب ده مهم جدا، ده كونستنت مهم جدا اسمه كي بي سي او، وهنعرف تاثيراته على الاستابيليتي وعلى الباند ويث بتاعه اللوب ككل. وبالتالي هيقول ايه في الفيز نويز. كل المصطلحات دي احنا ما تعرضناهاش لغايه دلوقتي، لكن انا بقولها دلوقتي بس مؤقتا عشان نعرف مدى اهميه الكي بي سي او ده. فلو حبينا نغطي باند اكبر فلازم السلوب اللي هو الكي بي سي او ده يزيد، ولازم الباراكتور يكون اكبر الى انه يوصل لليمت التصنيع يعني. فما نعرفش نغطي باند اكبر من مثلا اوميجا 2 لاوميجا 4. يعني انا ممكن اغطي باند من اوميجا 1 لاوميجا 2، وممكن اغطي باند باراكتور ثاني من اوميجا 1 لاوميجا 3، وممكن اغطي باند باراكتور ثالث لقيمه اكبر وقيمه مختلفه ومعدل تغيره اسرع مع البي كنترول من اوميجا 3 لاوميجا 4. الحقيقه اغلب الباراكتور بيبقى الفاريشن بتاعها تقريبا حوالي 50 فيمتو فارد، وبالتالي ده اقصى فاريشن ممكن مع البي كنترول يعني، وبالتالي صعب جدا اني اغطي بيها الباند كامله. عشان نفهم النقطه دي انا هفترض ان انا شغال في ال 900 ميجا هرتز باند، وهنفترض ان ال L ب 1 نانو هنري اللي هي الاندكتنس ب 1 نانو هنري، فهكون تقريبا محتاج كباسيتنس حدود ال 5 بيكو فرد. وبتتغير مثلا لو انا شغال الباند بتاع 26 ميجا هرتز فلازم تتغير بمعدل او بتتغير الكباسيتنس تزيد بنسبه اكبر بكتير من ال 50 فيمتو فارد اللي البراكتور يقدر يغيرها. وبالتالي لازم يبقى عندي حل تاني اقدر اغطي بيه الباند الكبيره قوي. فالحل هو فكره بسيطه جدا ويمكن مستخدمه في الفريكونسي هوبنج سبريد سبيكترم، ان انا بقسم الباند بتاعتي لمجموعه من الباندز الصغيره كده. الباند الصغيره دي الفرق ما بين اوميجا 1 هنا واوميجا 2 هنا هو الرينج اللي يقدر البراكتور يغطيه. وبالتالي كل باند من دول يقدر الفاراكتور بتغييره يطلع فريكونسي وذين الباند دي، فيقدر يغطي الباند دي كلها اللي هي الباند الصغيره دي. بينما عشان اتحرك من باند صغيره لباند صغيره اخرى، عشان اغطي باند صغيره لباند صغيره اخرى، بستعين بما يسمى بالكاب باك. انا بوصل مجموعه من الكاباسيتورز بهذا الشكل، هو ده الكاب باك. فانه لو انا مثلا قفلت السويتش ده فقيمه الكاباسيتنس دي بكون مختارها انها تغطي لي او انها توديني لنص الباند الاولانيه، نص السب باند الاولانيه، ثم ببدا اعدل في قيمه الباراكتور بحيث ان انا مثلا عايز اروح للشانل هنا او للشانل على شمال السنتر فريكونسي بتاع السب باند الاولانيه. بعمل البرانش الثاني من الكاباسيتور بانك، بختار قيم السي طبعا اللي هي الكاباسيتنس، بحيث انه لو قفلت السويتش ده وفاتح السويتش الاولاني اللي هو بتاع البرانش الاولاني
يقدر يوديني للسنتر فريكوانسي بتاع السب باند الثانيه. وبالتالي اقدر استخدم الفاركتور بعد كده عن طريق البي كنترول ان انا اتحرك في السب باند دي وهكذا. فانا عدد البرانشز في الكاب بانك بكون مختاره بعنايه, وهنعرف تفسير كلمه بعنايه دي في التوتوريال القادم باذن الله. بكون مختاره بعنايه بحيث انه يغطي لي ينقلني من سب باند لسب باند اخرى. ثم بتونينج بسيط في البي كنترول اللي داخل على الفاراكتور بقدر اتحرك في السب باند دي, وبالتالي اوصل للفريكوانسي اللي انا عايزه يخرج مباشره من الفريكوانسي سنتسايزر او الفيز ويفورم يعني. الحقيقه اني لما اعمل انيبل لاي سويتش من دول فدي بتكون مسؤوليه الديجيتال دومين. الديجيتال دومين في السيستم بتاعي هو اللي مسؤول انه ينقلني من سب باند لسب باند اخرى. بينما صام انا التيوننج عند البي كنترول هنا من خلال اللوب نفسها, من خلال التشارج بامب, عن طريق ان انا بسنس فرق الفيز ما بين الاوتبوت فريكونسي من اللوب والريفرنس فريكونسي, بقدر اتحرك اغطي السب باند بتاعتي. فمسؤوليه ان السويتش يبقى اون او اوف دي مسؤوليه الديجيتال دومين. يبقى السؤال المهم برضو ان احنا ازاي بنمبلمنت السويتش اون تشيب. يمكن ده اللي هنتعرض له في الخطوه اللي جايه على طول. السويتش اون تشيب هو ببساطه شديده هو عباره عن فقط الموسفت ده اللي هو داخل عليه الايه. الايه دي جايه من الديجيتال دومين يا 1 يا 0. وبالتالي وانس ان الاي دي جت بلوجيك 1 فالمفروض ان النقطتين دول يبقوا بولد داون للجراوند, وبالتالي الكاباسيتنس اللي هي سين مع الكويل او مع الاندكتور هتكون, انا اسف طبعا, هتكون عباره عن سي 1 مع ان بارلل مع السي 2 الاثنين ما بين النقطه دي والنقطه دي للجراوند. فالسويتش عباره فقط عن الترانزستور ده مع ريزيستنس كبيره. لما السويتش ده يبقى يجيله لوجيك 1 فالباث ده بيبقى اون, الباث ده بيبقى اون على طريق التو موسفيتس دول, فابول داون النقطتين دول للجراوند. غير كده لو الموسفيت ده اوف وده اوف وده اوف فالتو بوينتس دول بولد اب, وبالتالي الباث ده مش شغال, بولد اب في دي دي طبعا. التشالنج في السويتش بتاعي هو انه لما يكون اون المفروض يبقى الريزستنس بتاعته فيري لو, وبالتالي ده معناه انه محتاج الدبليو على الاقل بتاعته كبيره. طبعا انتوا عارفين ان الاكسبريشن بتاع الار اون هو عباره عن 1 على ميو ان سي او اكس في الدبليو على ال في البي جي اس ماينس البي ثريشولد. فانا محتاج الموسفت ده الدايمنشنز بتاعه كبيره, بتاعته كبيره, عشان لما يبقى اون تبقى الريزستنس بتاعته صغيره جدا, وبالتالي اضمن ان مفيش كارنت يمشي في السويتش ده. وعايز برضه لما يبقى اوف لازم تكون الريزستنس بتاعته كبيره يعني. لكن الحقيقه مش ده التريد اوف. التريد اوف ان احنا لو عملنا الترانزستور ده كبير فانه في حاله انه لما يبقى اوف البارازيتك كاباسيتنس بتاعته بتبقى كبيره, الترانزستور نفسه الدايمنشنز بتاعته بقت كبيره, فالبارازيتكس الناتجه عنه بقت كبيره. وبالتالي البارازيتكس دي هتكون موجوده وبتكونتريبيوت مع الكاباسيتنس اللي انا اصلا قاصدها. فهاجي الاقي نفسي بروح لسب باند معينه, لا الاقي نفسي مثلا ممكن اروح لسب باند ثانيه نتيجه البارازيتك كاباسيتنس اللي هي نتيجه المثبت الكبير ده. ودي اللي تريد اوف في السويتش. السويتش عايز لو ان ريزيستنس. اللو ان ريزيستنس بتتطلب ان السويتش الدايمنشنز بتاعته تكون كبيره, وبالتالي البارازيتكس بتاعته تكون كبيره. فلما البارازيتكس تكون كبيره لما الباث ده يبقى اوف هلاقي البارازيتكس بتكونتريبيوت في التوتال كاباسيتنس بتاعت الكاب بانك, وبالتالي ممكن تسبب لي انه اروح من سب باند لسب باند اخرى. وده انا مش عايزه, وده تريد اوف هنتعرض له في السيميليشنز برضه.
الحقيقة أنا كنت عايز أكمل في التوتوريال ده، أنتقل إلى الفيز نويز، وأنتقل قبل الفيز نويز كنت عايز طبعا أكمل الماتيماتيكال موديل للبي سي أو، ثم أنتقل للفيز نويز وأعرف علاقته بالداينامكس بتاعت البي سي أو، ثم أعرف علاقة الماتيماتيكال موديل للبي سي أو ده وعلاقة الكي بي سي أو تحديدا اللي إحنا اتكلمنا عنه النهاردة بالاستابيليتي بتاعت الفيز لود لوب عموما، وبالتيوننج رينج والديناميكس بتاعت الفيز لود لوب. لكن انا في التوتوريال الاولاني جالي سؤال قيم الحقيقه، رغم ان هو يبدو سؤال بسيط في اجابته، لكن هو محتاج لاجابته، هنحتاج في اجابته اننا نتعرض لثلاث نقط في غايه الاهميه. السؤال هو ليه عشان نعمل فريكوانسي سينسايزر للسيستم بتاعي بعمل فيز ديتكشن مش فريكوانسي ديتكشن؟ يعني ليه ببساطه بستخدم فيز لوب مش فريكوانسي لوب؟ السؤال بطريقه اخرى، ليه اول بلوك في اللوب بتاعتي بيديتكت فرق الفيز ما بين الاوتبوت سيجنال والريفرنس بتاعي، مش بيديتكت الفرق الفريكوانسي ما بين الاوتبوت سيجنال والريفرنس بتاعي؟ السؤال الحقيقه رغم ان هو يبدو تريفيال شويه، بس اجابته الحقيقه تتطلب المجهود كبير، يعني هتاخد نص التوتوريال تقريبا. خلينا نقسم الاجابه لثلاث نقط. اول نقطه هي سؤال وعايزين نوصل لاجابه. السؤال ده بيقول انه هل لو انا عندي تو ساينوسايدز، عندي ساين ويف وساين ويف اخرى، فرق الفيز ما بينهم ثابت، فهل ده يعني ان الفريكوانسي بتاعهم زي بعض ولا لا؟ السؤال مره اخرى، هل لو انا عندي تو ساينوسايد فرق الفيز ما بينهم ثابت، هل ده يعني ان الفريكوانسي بتاعهم هو هو ولا لا؟ لو بصينا هنا ده مثال بسيط جدا، ادي اول ساينوسايد اللي هي باللون الازرق، والتاني ساينوسايد اللي هي باللون الرمادي. هنلاحظ انه مثلا الفرق ما بين النقطة اللي هي الزيرو كروسنج الأولاني والزيرو كروسنج الثاني ليتس ان واي اكس، هنلاقي نفس الفرق ما بين الزيرو كروسنج الثاني بالنسبة للأولانية والزيرو كروسنج الثاني بالنسبة للثانية، وهكذا نفس الفرق. وده ده الفيز تحديدا. الفيز هو لو أنا مثلا بتحرك بنقطة على الساين دي، فعايز أعرف بالنسبة للوقت البوزيشن بتاعي على الساين ويف فين. فلو انا في الساين دي واقف في النقطه دي مثلا، هلاقي نفسي فرق الفيز ما بين النقطه دي والنقطه المناظره ليها على الساين الاخرى هو فرق الفيز ما بين النقطه دي والنقطه المناظره ليها على الساين الاخرى. وبالتالي طالما كانت الزيرو كروسنجز فرق الفيز ما بينها ثابت، اقدر اقول او الفرق في التايم ما بينها ثابت، يعني الزيرو كروسنجز لو الفرق في التايم ما بينها ثابت، اقدر فعلا اقول ان التو سيجنال زي ما هو باين قدام حضراتكم ليهم نفس الفريكوانسي، وبالتالي فانه في الفيز ديتكشن مسموح انه يبقى عندي تو سيجنالز ليهم او الفرق في الفيز ما بينهم موجود مش بزيرو ولكنه ثابت، اي بمعنى اخر مسموح بوجود ايرور سيجنال بعد المقارنه ما بين الفيزز هنا. بينما في الفريكوينسي ديتكشن لو انا عايز اتكت فرق الفريكوانسيز، فانا عشان اوصل لللوكال كونديشن بتاع اللوب لازم يكون الفريكوانسي اللي راجع من اللي هو الفيدباك، يعني لازم يكون مساوي تماما للريفرنس فريكوانسي، وبالتالي غير مسموح اطلاقا باي ايرور سيجنال. وبالتالي كونكلوجن بتاع النقطه دي، لو انا عايز اعمل فريكوانسي ديتكشن سيستم لازم ما اسمحش باي ايرور سيجنال، لازم ما اسمحش باي فرق ما بين الاوتبوت فريكوانسي والانبوت ريفرنس فريكوانسي. بينما لو انا عايز اعمل فيز ديتكشن سيستم فانه ممكن اسمح بوجود فرق فيز ثابت ما بين الريفرنس سيجنال وما بين الفيدباك سيجنال، بحيث انه اقدر اقول برضه رغم وجود فرق الفيز الثابت ده ان الاوتبوت فريكوانسي مساوي او عباره عن مالتيبلز من الانبوت فريكوانسي
حسب المودلس اللي هو الاسم هنا الديفايدر ده. والديفايدر ده هينزل عليه توتوريال الاسبوع ده ان شاء الله يكون مفيد. ده الكونكلوجن بتاع النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه عايز اعرف نوع السيستم اللي استخدمه بحيث اني ادريت او اكنسل الايرور تماما في حاله استخدام فريكوانسي ديتكشن، او ان انا اسمح بايرور ثابت في حاله استخدام الفيس ديتكشن. فالجزء ده من التوتوريال عباره عن دراسه للكنترول سيستم، دراسه بحته يعني. يمكن احاول اقرب الكونسبت بشكل ابسط شويه. اول حاجه هنتعرف على السيستم تايبس. يعني دي السيستم تايبس دي هي النقطه الثانيه في اجابه السؤال واي بي ال ال، لماذا فيس دوت لوب وليس فريكوانسي دوت لوب. طيب السيستم تايبس عموما بيبقى عندي ثلاث انواع من السيستمز: بوزيشن كنترول سيستم، وفيلوسيتي كنترول سيستم، واكسلريشن كنترول سيستم. البوزيشن كنترول سيستم عايزين نتخيل الصوره ببساطه. هفترض ان انا عندي كاميرا وعايزه تصور اوبجكت معين. الاوبجكت ده ثابت في نقطه معينه، وانا عايز اديزاين الكنترول سيستم بتاع الكاميرا دي. فكل وظيفه الكنترول سيستم ان مجرد ما الكاميرا توصل الاكسس بتاعها يبقى على طول عمودي على الاوبجكت، انه تفضل ثابته في هذا الموضع. وبالتالي الاوتبوت بتاع السيستم بعد الوصول للستيدي ستيت يفضل ثابت بهذا الشكل، ياخد شكل اليونت ستيب كده مع التايم. البوزيشن يفضل ثابت مع التايم بهذا الشكل. بينما لو الاوبجكت ده بيغير البوزيشن بتاعه بسرعه ثابته، فانا لازم الكاميرا برضه تغير البوزيشن بتاعها بسرعه ثابته. وبالتالي البوزيشن بتاع الكاميرا مع التايم هيبقى واخد شكل يونت رامب كده. اما اذا كان الاوبجكت ده وبالتالي طبعا اليونت رامب ده محتاجه نوع من الكنترول سيستمز اسمه الفيلوسيتي كنترول سيستم، ان انا بكنترول الفيلوسيتي بتاعت الكاميرا بحيث انها تقدر تديتكت الاوبجكت اللي بيتحرك بسرعه ثابته ده. اما اذا كان الاوبجكت ده بيتحرك بسرعه متغيره، فانا محتاج ان الكاميرا برضه تتحرك بسرعه متغيره او بعجله بحيث انها تديتكت الاوبجكت ده وتقدر تشوفه دايما يعني، او تقدر تصوره دايما. عشان كده البوزيشن بتاع الكاميرا مع الوقت بيتغير بشكل يونت بارابولا كده، وده في الحقيقه اسمه اكسلريشن كنترول سيستم. يعني انا لازم الاوتبوت بتاعي اللي هو البوزيشن بتاع الكاميرا يتغير بشكل يونت بارابولا كده، وبالتالي في الحاله دي محتاج ان انا اديزاين اكسلريشن كنترول سيستم. الكلام ده بيقول لي ايه في الماثيماتيكال موديل؟ يعني ده اللي احنا عايزين نوصل له. احنا عشان نديزاين كنترول سيستم لازم نعرف اولا، لو انا مثلا هعمل فيز ديتكشن، فهل الفيز ديتكشن ده يتطلب بوزيشن كنترول سيستم، ولا يتطلب فيلوسيتي كنترول سيستم، ولا يتطلب اكسلريشن كنترول سيستم. لو انا هعمل فريكوانسي ديتكشن لازم اعرف السيستم اللي انا محتاجه ايه. لازم اعرف هل بوزيشن كنترول سيستم، ولا فيلوسيتي، ولا اكسلريشن. اجابه هذا السؤال هتبقى الكونكلوجن بتاع النقطه الثانيه في الاجابه، وبعد كده هنبدا نجمع النقطتين مع بعض عشان نستعين بيهم في النقطه الثالثه اللي هي هتحسب الاختيار ما بين الفيز دوت لوب والفريكوانسي لوب. طيب عشان نعمل فيز ديتكشن، فخلونا نبص لساين ويف كده، ونتخيل ان احنا في نقطه في بدايه الساين. فالفيز بتاعي هو زيرو، بفضل ماشي 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 مع النقطه دي، اوصل للنقطه دي يبقى الفيز بتاعي باي على الاثنين. اكمل اوصل للفيز باي ثم 3 باي على الاثنين وهكذا. فاذا كانت الساين دي ليها فريكونسي ثابت، يعني معدل تغيرها ثابت مع الوقت، فان فيز بيبقى ماشي بشكل يونت رامب كده. وبالتالي عشان اتدكت حاجه بتتغير بهذا المنظر اللي هو اليونت رامب، زي ما شفنا في السلايد اللي فاتت اننا محتاجين فيلوسيتي كنترول سيستم. وبالتالي عشان اعمل فيز ديتكشن هكون محتاج استخدم او اكون محتاج اديزاين فيلوسيتي كنترول سيستم. بينما اذا حبيت اعمل فريكونسي ديتكشن، فالفريكونسي ببساطه هو تفاضل الفيز.
يمكن ابسط حاجه نقدر نقولها في النقطه دي عشان نوضحها، انه مثلا لو عندي في بتساوي ساين اوميجا تي، فالاوميجا دي هي عباره عن الفيز اللي هو البوزيشن بتاع نقطه ما في اي وقت على الساين. تفاضل الاوميجا دي هيكون هو الفيز، تفاضل الاوميجا تي بالنسبه للوقت هيكون معدل تغير الموضع بتاع النقطه دي على الساين ويف، وبالتالي هو الفريكوانسي بتاع الساين ويف. فالفريكوانسي بيكون تفاضل الفيز، وبالتالي اذا كان الفيز بتاعي بيتغير بشكل يونت رام فالتفاضل بتاعه هيتغير بشكل يونت بارابولا، وبالتالي هكون محتاج لايه؟ لاكسلريشن كنترول سيستم. الكونكلوجن بتاع اول وتاني نقطه انه لو انا عايز اديتكت الفيز فانا محتاج انه او انا اقدر اسمح وجود ايرور سيجنال او وجود فرق ما بين الفيز بتاع الاوتبوت سيجنال والفيز بتاع الريفرنس سيجنال. اذا كنت عايز اعمل فريكوانسي ديتكشن سيستم فانه لا يمكن ابدا اسمح بوجود ايرور سيجنال، او لا يمكن ابدا اسمح بوجود فرق بين الاوتبوت فريكوانسي اللي بيتقسم على المودلس او ما بيتقسمش حسب انا عامل الديفيجن ولا لا، وما بين الريفرنس فريكوانسي. النقطة الكونكلوجن بتاع النقطة الثانية انه لو انا عايز اعمل فيز ديتكشن سيستم فانا هستخدم فيلوسيتي كنترول سيستم، بينما لو عايز استخدم فريكوانسي ديتكشن سيستم هستخدم اكسلريشن كنترول سيستم. كده النقطتين دول اتمنى ان هم يكونوا واضحين في الذهن، عشان النقطة الثالثة هي اللي هتربط النقطتين دول ببعض. النقطة الثالثة بيزك ستادي للكنترول سيستمز عموما. لو انا عندي الفورورد باث الترانسفير فانكشن بتاعته جي او اس، والفيدباك الترانسفير فانكشن بتاعته اتش او اس، فاللوب جين عموما هو الجي او اس في الاتش او اس. ولو حبيت اعرف الستيدي ستيت ايرور بتاع بالنسبه للبوزيشن، يعني لو انا السيستم هو عموما اي سيستم بيبقى عباره عن فيدباك سيستم كده، بس انا اللي ببدا اتحكم في الجي او اس والاتش او اس بحيث اني اتحكم في الايرورز اللي هي البوزيشن ايرور او الفيلوسيتي ايرور او الاكسلريشن ايرور. بشكل اخر يمكن هنبص للمعادلات شويه وبعد كده نرجع نقول الكونكلوجن بتاعنا. لو انا عايز اعمل لو انا عايز اعرف البوزيشن ستيدي ستيت ايرور بيساوي 1 على 1 زائد كي بي، كي بي ده سام كونستنت هنتعرف عليه دلوقتي حالا، بينما الفلوسيتي ستيدي ستيت ايرور بيساوي 1 على الكي بي برضه ده كونستنت اللي هو الايرور ستيدي ستيت ايرور في الفلوسيتي الاكسلريشن ستيدي ستيت ايرور بيساوي 1 على الكي اي. الثلاثه دول كونستنتس، وعايزين نعرف ان الكونستنتس دول علاقتهم ايه بالترانسفير فانكشن بتاعه السيستم البسيط ده. يمكن الكي بي بيساوي ليميت الجي او اس في الاتش او اس اللي هي الفورورد باث ترانسفير فانكشن في الفيدباك باث ترانسفير فانكشن مضروبين في بعض لما الاس تقول اللازين، بينما الكي بي بيساوي ليميت اس جي او اس في الاتش او اس لما الاس تقول زيرو، والكي اي بيساوي ليميت اس سكوير جي او اس اتش او اس لما الاس تقول الى زيرو. يمكن نرجع للاكسبريشنز اللي فوق كده. لو انا عايز فيلوسيتي كنترول سيستم اللي هو هستخدمه في الفيز ديتكشن، فانا قلت ان انا اقدر اسمح بستيدي ستيت ايرور، وبالتالي 1 على الكي في دي تقدر تاخد فاينايت فاليو. اذا الكي في دي ممكن تاخد فاليو مثلا 10، وبالتالي الستيدي ستيت ايرور بيساوي 1 من 10، يعني اقدر اسمح بفرق فيز 10% ما بين الاوتبوت سيجنال والريفرنس سيجنال واوصل للوكال كونديشن. وبالتالي لو بصيت للكي في اكسبريشن هنا لازم على الاقل على الاقل يكون الجي او اس في الاتش او اس في اس في المقام بتاعي، يعني في الجي او اس في الاتش او اس، يعني في السيستم بتاعي بول عند الاوريجن، بول واحد فقط عند الاوريجن، بحيث ان هو لو ضرب الاس في الجي او اس في الاتش او اس الاس تتكنسل مع الاس اللي في المقام، فيصبح الكي في ليها قيمه فاينايت لما الاس تؤول الى زيرو. غير كده لو مفيش اس في المقام فالكي في هتبقى زيرو، وبالتالي الستيت ايرور هيبقى
انفينيتي، واحد على صفر انفينيتي، وده معناه ان السيستم مش هيقدر يتراك الفيلوسيتي. فلازم اراعي ان انا في الترانسفير فانكشن بتاعتي يكون في اس في المقام. اس في المقام دي معناها بول عند الاوريجن، وتقول في التنسيزيشن للدايره بتاعتي تقول الى انتجريتور. الانتجريتور الموديل بتاعه عباره عن واحد على اس او كونستنت على اس، وده هنتعرف عليه في التوتوريال القادم. بينما اذا عايز اديزاين اكسلريشن كنترول سيستم والايرور بتاعه غير مسموح بيه، يعني الايرور بتاعه لازم يكون زيرو، فلازم ال كي اي دي تساوي انفينيتي. والكي اي دي هتساوي انفينيتي ازاي؟ ان الجي اوف اس والاتش اوف اس يكون في المقام بتاعها اس تكعيب، بحيث ان الاس تربيع تروح مع اس تربيع من تحت ويبقى زيرو تحت، اللي هو يبقى اس تحت. فبالتعويض بالليمت هتقول الى انفينيتي. وده معناه ان انا محتاج في السيستم بتاعي ثلاثه انتجريتورز. ثلاثه انتجريتورز في لوب واحده هيقول ان اللوب دي انستيبل. وبالتالي بتجميع الثلاث نقط اللي احنا استعرضناهم دول، اول نقطه هي انه اذا كنت عايز اديزاين فيز ديتكشن سيستم اقدر اعرف بيه الفريكوانسي بتاعي، فانا ممكن اسمح بفيز ايرور ما بين الاوتبوت فريكوانسي، ما بين الاوتبوت سيجنال والريفرنس سيجنال. اقدر اقول مع وجود الفيز ايرور ده ان التو سيجنال زون ليهم نفس الفريكوانسي. واذا كنت عايز انزاين فريكوانسي ديتكشن سيستم، فانا لازم ما اسمحش ابدا باي ايرور ما بين الاوتبوت فريكوانسي والريفرنس فريكوانسي. وتعرفنا في النقطة الثانية انه لو الفيز ديتكشن سيستم ده عبارة عن فيلوسيتي كنترول سيستم، بينما الفريكوانسي ديتكشن سيستم لازم يكون اكسلريشن كنترول سيستم. بدأنا نبص على الستيدي ستيت ايرور بتاع الاثنين سيستم دول، وقلنا انه لو انا اقدر اسمح بفاينايت ايرور ما بين الفيزز في الفريكوانسي ديتكشن سيستم اللي هو الفيلوسيتي كنترول سيستم، فلازم الكي بي عندي دي على الاقل تكون فاينايت فاليو، بحيث انه السي ستيت ايرور للفيلوسيتي كنترول سيستم يكون واحد على الكي بي، يكون مثلا واحد من 10 اللي هي 10% يعني. وبالتالي لازم الترانسفير فانكشن بتاعه السيستم كله يبقى فيها اس في المقام. اس في المقام بتقول ان يبقى عندي انتجريتور في اللوب بتاعتي. انتجريتور يعني بيقدر يتريس تغير الانبوت بسرعه ويبدا يقرب الاوتبوت منه. بينما اذا انا عندي اكسلريشن كنترول سيستم ده انا هستخدمه في فريكوانس ديتكشن، فانا لازم حسب ما اتفقنا انه ما ينفعش يبقى عندي اي ايرور، مش مسموح اي ايرور عندي، وبالتالي لازم الكي بي الكي اي دي تقول الى تساوي انفينيتي عشان يبقى واحد على الكي اي اللي سي ستيت ايرور يساوي زيرو. الكي اي لو هتساوي انفينيتي ده بيتطلب وجود ثلاثه انتجريتورز في اللوب بتاعتي، وده هيخلي اللوب انستيبل، وبالتالي ما اقدرش اعمل سيستم بهذا الشكل. اذا فانه لازم استخدم الفيز ديتكشن عشان اعمل فريكونسي تنسيسايزر وليس الفريكونسي ديتكشن. يمكن السؤال يبدو كان يبدو بسيط، لكن الاجابه زي ما شفتوا خدت وقت طويل في التوتوريال. طيب ليه ما نقدرش نستخدم الثلاثه انتجريتورز في اللوب؟ طبعا يعني هنلاقي ان في بولز فضلت على الجي اوميجا اكسس، فاللوب دي هتبقى كريتيكال ستيبل، وبالتالي الاستابيليتي بتاعتها معرضه للخطر يعني. الحقيقه يمكن اخر نقطه دي اللي هتربطنا بالتوتوريال الجاي هي تايب 1 بي ال ال. تايب 1 بي ال ال هنبدا نستعرض فيها. تايب 1 بي ال ال طبعا هي عباره عن ايه؟ الجو دايجرام بتاعها عباره عن فيز ديتكتور، ممكن ببساطه شديده جدا اكس او جيت، ثم لو باس فلتر. هو اللوب فلتر ليه ترانسفير فانكشن اللي هي بالشكل ده. طبعا اتس ان ار سي فلتر، لو باس فلتر الترانسفير فانكشن بتاعته واحد على واحد للار سي. والبي سي او الموديل بتاعها هنتعرف عليه في التوتوريال الجاي، كي بي سي او على الاس، وطبعا الكونستنت اللي هو المودلس بتاع الاس مثل الاوتبوت فريكونسي عشان اقارنه بالريفرنس فريكونسي لو انا الاوتبوت فريكونسي ده مطلوب ان هو يكون في باند ثانيه بعيده شويه. سريعا كده نقدر نقول الاوبن لوب ترانسفير فانكشن هي عباره عن مجموعه من الكونستنتس على اس في واحد زائد اس ار سي. الحقيقه لما يكون عندي اس واحده بس في المقام، فانا بسمي السيستم اللي
هذا النوع تايب 1 سيستم. وتايب 1 سيستم ده زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت انه الفيلوسيتي ستيدي ستيت ايرور بيكون فاينايت فاليو. في التوتوريال القادم ان شاء الله هنبدا نبص على اللوب داينامكس بتاعت التايب 1 بي ال ال، وهنبص بعد كده على التايب 2 بي ال ال، ايه التعديل اللي بيتم؟ ان انا بشيل طبعا اللوب فلتر ده بستخدم التشارج بامب، وبالتالي هلاقي بدل في المقام بتاع الاوبن لوب ترانسفير فانكشن اس بس، هلاقي اس سكوير، وبالتالي هيكون الستيدي ستيت ايرور بلس ستيت ايرور ستيدي ستيت ايرور هيساوي زيرو، وده هيحسن في البرفورمانس بتاع السيستم بشكل كبير. نلقاكم في التوتوريال القادم باذن الله.